تركب عبر العالم والأول بحق نائب لرئيس. أعيد انتخاب رئيس النيجر المنتهية ولايته محمد إيسوفو رئيسا بحصوله على حوالي 92% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد الماضي وقاطعتها المعارضة، وذلك وفق ما أعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة. وبلغت نسبة المشاركة التي شكلت التحدي الأكبر نظرا إلى مقاطعة المعارضة 59% مقابل 66% في الجولة الأولى وفقا للجنة الانتخابية. ويبدأ رئيس إيسوفو ولايته الثانية على رأس هذا البلد في غرب إفريقيا الذي يبلغ عدد سكانه 18 مليون نسمة ويعتبر الأفقر في العالم في جو سياسي متوتر. أفادت النتائج الجزئية التي نشرتها وسائل الإعلام أن أغلبية المصوتين انحازوا على الموافقة على الاستفتاء الذي أجري حول إصلاحات دستورية بينها خفض الولاية الرئاسية من 7 إلى 5 سنوات في السنغال، ويتناول التعديل الدستوري أيضا تعزيز حقوق المواطنين والمعارضة وكذلك الصلاحيات التشريعية والقضائية. لكن بشكل عام النسبة على هذا الاستفتاء من قبل المواطنين كانت ضعيفة. اعترف رئيس وزراء بنين ليونيل زينسو الاثنين الماضي بالهزيمة أمام رجل الأعمال باتريس تالون في الانتخابات الرئاسية. وتنافس زينسو وتالون في جولة الإعادة التي جرت الأحد الماضي بعد عدم تمكنهما من تحقيق أغلبية كافية من الأصوات في الجولة الأولى التي أجريت في 6 مارس. واعترف زينسو بالهزيمة بعد أن أظهرت نتائج مبكرة أن تالون حصل على 64% من الأصوات مقابل حصوله على 35%. وختام جولة أخبارنا من الأقصر التي أقيم فيها مهرجان السينما الإفريقية وأعلن بالفعل الفائزين بجوائز هذا المهرجان. أعلنت لجنة التحكيم عن فوز فيلم بلا ندم من كوت ديفوار بجائزة أفضل فيلم روائي طويل. أيضا فاز فيلم منى من نيجيريا بجائزة النيل الكبرى في الأفلام الروائية الطويلة. وحصل فيلم دولة حرة من المغرب على جائزة أحسن إبداع فني للأفلام الروائية الطويلة. أما أفضل فيلم روائي قصير فذهبت جائزته لفيلم غصرة للمخرج التونسي جميل نجار. أما جائزة النيل الكبرى لأحسن فيلم تسجيلي قصير حصل عليها فيلم عايدة للمخرجة المصرية ميسون المصري. جوائز الفيلم التسجيلي الطويل النيل الكبرى لأحسن فيلم تسجيلي طويل بالإجماع حصدها فيلم أبدا لم نكن أطفالا للمخرج المصري محمود سليمان. كانت هذه مجموعة من الأخبار التي تلخص أهم أحداث القارة الإفريقية بمختلف دولها على مدار أسبوع. الملف الذي نطرحه معكم للنقاش المؤتمر المنعقد في شرم الشيخ حاليا لوزراء دفاع دول تجمع الساحل والصحراء. نصف عدد الدول الإفريقية متواجدون في هذا التجمع في ظل تحديات أمنية خطيرة، كيفية مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة. وزراء الدفاع بحثوا آلية التعاون المشترك فيما بينهم لمواجهة آفة الإرهاب. وأيضا مصر طرحت مبادرة قوية حول إنشاء مركز لمكافحة الإرهاب بيكون مقره مصر. آلية هذا المركز وكيفية تفعيل هذا التعاون المشترك ما بين وزراء دفاع الدول الإفريقية، هذا ما نناقشه معكم ولكن بعد متابعة هذا التقرير. برئاسة مصر تتواصل اجتماعات وزراء دفاع دول تجمع الساحل والصحراء والذي تشارك فيه 27 دولة عربية وإفريقية وعدد من المنظمات الدولية والدول الأوروبية في مدينة شرم الشيخ. القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدق صبحي أكد في كلمته أمام المؤتمر على أن ما تشهد القارة الإفريقية حاليا يطرح العديد من التحديات ويعرقل خطط التنمية. إن ما تشهده القارة الإفريقية وبصفة خاصة فضاء تجمع الساحل والصحراء في السنوات الأخيرة من تطورات باتت تطرح بالعديد من التحديات والتهديدات التي تستهدف أمن أوطاننا
وتعرقل خطط التنمية التي نصبو جميعا لتنفيذها. ولا جدال في أن الإرهاب والتطرف بات يشكل تهديدا قويا امتد بتداعياته لكافة بقاع العالم، واستهدف بعملياته البغيضة المدنيين الأبرياء دون تفرقة أو استثناء لدولة أو منطقة أو إقليم، وهو ما يؤكد على حتمية العمل المشترك الإقليمي هذه التنظيمات الإرهابية التي تستمد أفكارها من منبع واحد. الأمين العام لدول تجمع الساحل والصحراء بالإنابة إبراهيم ثاني أباني أكد بدوره على فكرة العمل المشترك ودورته في ظل التحديات الأمنية، مما يستلزم إيجاد حل جماعي لمواجهة الجريمة عابرة الحدود التي لم تتمكن الدول من مواجهتها بشكل فردي. وتواجه دول الساحل والصحراء الكثير من التحديات مثل الجريمة المنظمة العابرة للأوطان وانتشار الأسلحة غير الشرعية، وأيضا الإتجار بالمخدرات والإرهاب وبعض المنظمات الخطرة مثل حركة الشباب المجاهدين بالصومال، فضلا عن تنظيم داعش وبوكو حرام، بالإضافة إلى بعض الحركات الانفصالية والتمرد ضد سلطات الدول. تجمع الساحل والصحراء أكد على أن هذه الظواهر الإرهابية تحاول أن تتخطى الحدود، لذلك لا تستطيع أي دولة أن تواجهها بمفردها، ولا بد من عمل جماعي، مشيرا إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يسمح للدول أن تعمل على تنظيمات إقليمية من أجل الدفاع عن حدودها. كثيرون يعني يعلقون أو ينتقدون دول تجمع الساحل والصحراء، هذا التجمع الذي أنشئ في عام 1998 أنه لم يعطي صورة كاملة عن التعاون المشترك، لكن اجتماع وزراء الدفاع في شرم الشيخ أشار إليه وزير الدفاع في كلماته إلى أنه هو بداية هامة في تاريخ التكامل والعمل المشترك داخل التجمع بالنظر إلى التحدي الأمني بالطبع. إلى أي مدى هذا العمل المشترك وقابل للتفعيل على أرض الواقع على المستوى الإفريقي؟ هذا ما نناقشه في هذا الحوار. معنا في سيادة السفير محمد محمود العشماوي عضو المجلس المصري لشؤون الخارجية. أهلا بك سيادة السفير. معنا أيضا سيادة اللواء علاء عز الدين مدير مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة سابقا. أهلا بك. مساء الخير سيادة اللواء، أبدأ معك يعني وهذا يعني التعقيب أو هذه الكلمة التي ألقاها وزير الدفاع، هل بالفعل هي بداية حقيقية هذا المؤتمر في شرم الشيخ لتفعيل التعاون الإفريقي على المستوى الأمني؟ الحقيقة أي تكتل عدد من الدول بيضيف، خاصة إذا كان مبني على أسس سليمة، بيضيف قوة لكل دولة مشتركة في هذا التجمع. نعم. وبالتالي تجمع الساحل والصحراء رغم حدثته يعني 98 دلوقتي عمره مش كبير قوي مقارنة ببقية المنظمات والتحالفات اللي موجودة، نقدر نعتبرها بداية جيدة وجاية في وقت مناسب جدا بتتعرض في المنطقة لأخطار كثيرة جدا، ليس الإرهاب فقط ولكن الجريمة عابرة الحدود زي الإتجار في المخدرات، الهجرة غير الشرعية، الإتجار بالبشر، تهريب السلاح، كل هذه الأمور فعلا زي ما اتقال في التقرير لا تستطيع دولة أن تواجهها بمفردها، لأن لابد من توفير تكامل في المعلومات، وهذا التكامل لن يتأتى إلا إذا وجدت آلية أو وجد كيان يجمع عدد من دول الجوار لتستطيع التغلب على هذه الأخطار. فنقدر نعتبرها بداية كويسة، خاصة أنه ذكر في المؤتمر أنه لن يتم محاربة على سبيل المثال الإرهاب بالأمن فقط طبعا. ولكن لابد من تكامل في المجال السياسي الاقتصادي الاجتماعي الثقافي وهكذا، وبالتالي هنلاقي ان دي بداية لتكامل أكبر في مجالات كثيرة تعود بالنفع، ليس في محاربة الجريمة كما ذكر فقط ولكن بمردود اقتصادي أيضا على هذه الدول. طيب سيادة السفير، هل تاريخ هذا التجمع مع حدثاته تبشر بذلك أم أنه خطورة المرحلة هي التي تحتم أنه هذا التكامل يحدث ليس فقط على المستوى الأمني وإنما على المستوى الاقتصادي أيضا؟ تقديري أنه فترة إنشائه أيام الرئيس القذافي ربما كان هدفه هدفا آخر، ولكن الظروف الحالية تحتم
تطويره أو تطويره بما يفيد المنطقة كلها. احنا كدولة الأمن الوطني المصري أو الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي، هذه المنطقة هي يعني لو قلنا نمرة واحد دول مياه النيل بالنسبة للأمن القومي المصري، فنمرة اثنين على طول دول الساحل والصحراء، لأن هذه المنطقة هي منطقة الانتقال من أفريقيا العربية، أفريقيا البيضاء في الشمال، إلى أفريقيا السوداء، أفريقيا الزنجية في الجنوب. هذه المنطقة فيها مسلمين كثيرين، وفيها يعني جزء عربي إسلامي قوي جدا في هذه المنطقة. فهذه المنطقة منطقة ظهير الأمن القومي العربي، فتطويرها والاهتمام بالجانب الأمني فيها أمر يخص يعني في منتهى الأهمية بالنسبة لمصر وبالنسبة للمنطقة العربية كلها. تمام سيادة اللواء، مصر كان ليها مبادرة في هذا التجمع وهو إنشاء مركز مصري لمكافحة الإرهاب. مصر الحقيقة يعني دوما تسلط الضوء على فكرة الاستراتيجية المشتركة لمواجهة الإرهاب، ليس فقط على المستوى الإفريقي وإنما على مستوى العالم. كان لها مبادرة في السابق بخصوص تشكيل قوة دفاع عربي مشترك، لكن واجهتها الكثير من العقبات. هذا المركز مع اختلاف نوعية الفكرة لكن مضمونها واحد، يمكن أن يكون مختلف الأمر على الصعيد الإفريقي عنه عن الصعيد العربي؟ هذا المركز هو نقدر نعتبره زي غرفة عمليات، مركز لمكافحة الإرهاب، هيختص بتجميع المعلومات، تحليلها، ممكن إدارة أو المساعدة لبعض الدول في مواجهتها للجماعات الإرهابية المجرمة. هو مركز ليس مصري، هو هيبقى مركز يخص تجمع الساحل والصحراء ومقره في القاهرة. تمام. يعني مش المركز تكوينه ليس مصري فقط، وبالتالي هيبقى أداة من أدوات تأكيد التعاون بين دول التجمع، هيساعد في وجود تواصل معلوماتي بين الدول، لأن زي ما كلنا عارفين أن جريمة الإرهاب هي جريمة بتنتقل من دولة إلى أخرى ويصعب السيطرة عليها من دولة بمفردها، خاصة أن هم بيجيدوا بقى الإرهابيين طبعا، يجيدوا التسلل عبر الحدود وتهريب السلاح وهكذا، وبالتالي التكامل في مثل هذه الآلية المقترحة من المبادرة المصرية بالتأكيد هتكون نواة للبناء عليها مستقبلا يمكن تكوين قوة لمكافحة الإرهاب. طيب يعني مركز بمعنى غرفة عمليات، دور هذه الغرفة يعني كيف نفهمه؟ كيف سيكون تحركها؟ مع أي خطر يواجه أي دولة إفريقية؟ المركز هو ثابت في القاهرة، يعني أنا قلت غرفة عمليات يفهمها جايز العسكريين أكثر، هي مكان للإدارة، تجميع معلومات، تحليل معلومات، مساعدة الدول التي تواجه هذا الخطر.